إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في سلسلة الرقائق الإيمانية، ونتحدث الآن عن الاستغفار. حينما يستغفر المسلم الله سبحانه وتعالى فإن لهذا الاستغفار ثمرات، وحديثنا عن ثمرات الاستغفار. من ثمار الاستغفار أن الله سبحانه وتعالى يكفر به السيئات حتى يصير العبد كمن لا ذنب له، وللتكفير أيضا درجات، فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات الاستغفار والتوبة. فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات فليس يخلو عن الفائدة أصلا، فلا ينبغي أن تظن أن وجود الاستغفار كعدمه. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال ربنا سبحانه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك الذين وصفهم الله تعالى بالاستغفار بقوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أعد لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ووعدهم بالعفو لهم عن عقوبتهم على ما سلف من ذنوبهم. وبالإضافة إلى تكفير السيئات ودخول الجنات لهؤلاء المستغفرين، وهي من نعم الله تعالى عليهم في ذلك الوقت العصير الذي ترتفع فيه الحجب وتظهر فيه حقائق الأشياء، عدم فضحهم أمام الأشهاد، وهي من مستلزمات المغفرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن ثمار الاستغفار أيضا تبديل السيئات إلى حسنات. والعلماء في تبديل السيئات إلى حسنات ثلاثة أقوال، وأرجحها أن السيئة بعينها لا تصير حسنة، ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة والاستغفار، وتكتب الحسنة مع الاستغفار والتوبة. لذلك وجدت من قال إن التبديل هو تبديل الصورة للذات، فإن صحيفة السيئات سوداء مظلمة، فإذا استغفر الإنسان وتاب منها أشرق نور توبته الثابت في صحيفة الحسنات على صحيفة السيئات، فزال ذلك السواد وتلك الظلمة، فيبدل الله السيئات حسنات. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: والصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي تقضي ثوابا، فالتائب من الذنوب التي عملها مع الندم والعزم على ترك معاودته هذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها، فاستغفاره وتوبته هذه حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وعلى هذا بحمد الله فقد زال الإشكال. أيضا من ثمار الاستغفار أنه يجدد الإيمان. فبعدما نالت الخطايا من الإنسان ما نالت، فإن الذنوب والمعاصي تخدش الإيمان وتجرحه جرحا يصغر أو يكبر بقدر حجم الذنوب. ومن هنا نجد القرآن الكريم يعطف الإيمان على الاستغفار والتوبة ويقرنه بهما، لأنهما مكمل له. قال سبحانه: إني لغفار لمن تاب وآمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
وهذه التوبة التي بسببها تغفر الذنوب إنما هي عزيمة في القلب يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح، ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا يدل على أن جلاء القلب بشيئين: بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدق متراكبا على قلبه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. إن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى عدة أمور، منها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيعلم أنها خطيئة، ومنها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على الاستغفار، وأن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لعصمه منها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. وفي هذا كله تجديد لإيمان العبد الذي أخطأ خطأ ما، الذي من مظاهره وصوره ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. فالخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفة فيرتخي القلب وتضرب منه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، وهذا حسي. وأما المزيل المعنوي لأثر الخطايا هو الاستغفار والتوبة، فصلاح القلب وتجديد الإيمان لا يتم إلا بهذا وهذا. وقريب من هذا ندرك السر فيما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول غفرانه بعد خروجه من الخلاء، فكأنه يطلب من الله أن يغفر له تقصيراته وأخطاءه ويخلص قلبه منها فيتجدد إيمانه، كما خلصه من النجم الذي يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه. أيضا من ثمار الاستغفار أن الاستغفار سبب في دوام النعم على الإنسان، قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والمعنى أنه لما تبين أن الإنسان لا يمكنه القيام بأداء شكر الله، على سبيل التفصيل قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لغفور رحيم، أي غفور للتقصير الصابر عنكم في القيام بشكر نعمه، ورحيم بكم حيث لم يقطع نعمه عليكم بسبب تقصيركم. وهذا يدل على أن كثرة الاستغفار من شأنها أن تديم النعم على الإنسان. وقال عز وجل في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فهذه الآية صورت مجموعة النعم المادية والمعنوية بأجمل تعابير: أرض طيبة خالية من الأمراض المختلفة، من السراق والظلم، من الآفات والبلايا، من الجفاف والقحط، من الخوف والوحشة. وأما النعم المعنوية فمغفرة الله التي شملتهم، والتغاضي عن تقصيرهم وصرف البلاء عنهم. فإن ظلال الآية يفيد أن شكر الله بالعبادة والطاعة منها الاستغفار، وهو السبيل لدوام هذه النعم عليهم. وتزيل الآية بقول الله عز وجل: ورب غفور، يدل على أنها لا تكون بلدة طيبة إلا إذا استغفروا وغفر الله لهم. ومن تمام هذه النعمة أن المتفضل بهذا كله هو رب غفور يتجاوز عن السيئات ويقبل التائبين ويعفو عنهم. وبهذا تطيب النعمة ويتسع الإنسان بحال التمتع بها، على خلاف ما لو كان الرب يحاسب على الصغير والكبير.
أيضا من ثمار الاستغفار الإمداد بالأموال والأولاد. فالتوبة والاستغفار باب من أبواب القوة والثروة والغنى للإنسان، غنى مادي ومعنوي. قال سبحانه وتعالى على لسان نوح في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، أن يجعل السماء متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه الصورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أي إذا تبتم واستغفرتم الله وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض. وهذا كله تعبير عن الرخاء الاقتصادي والانبساط النفسي الذي يغمر الأفراد والمجتمعات إذا التزموا بالاستغفار، وهو وعد صادق من الله عز وجل. وقد ربط سبحانه وتعالى بين الاستغفار وهذه الأرزاق في القرآن الكريم في مواضع متعددة، منها أن الله سبحانه وتعالى قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وتعبير هذه الآية مطلق، وهو يشمل أي زيادة في القوة سواء كانت قوة مادية أو قوة مالية أو معنوية، ولا يعارض أي من التفاسير بل يحتضنها جميعا. إذا الإنسان حينما تضيق عليه سبل الرزق عليه أن يكثر من الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا على الاستغفار أن يمدنا بالأموال والبنين ويمددكم بأموال وبنين، ووعدنا بزيادة القوة. قال سبحانه: ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوة قد تكون قوة مادية أو قوة مالية أو اقتصادية. أيضا من ثمار الاستغفار أن الاستغفار يدفع العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال يعني معنى الآية: ما كان الله ليعذبهم والنبي صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مقيم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم. وقال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فدل على أن حصول المغفرة تمنع من تحقق العذاب، وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول عيسى عليه السلام: إن تعذب هؤلاء الذين قالوا إن عيسى وأمه إلهان من دون الله فإنهم عبادك مستسلمون، وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم فإنك أنت العزيز في انتقامه الحكيم في هدايته. ومن لطائف الآية أن ظلال الآية لا يشم منها رائحة الشفاعة من عيسى لهم وهم مشركون، ولو قصد عيسى عليه السلام ذلك لكان عليه أن يقول: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن غفران الله ورحمته هما اللذان يناسبان مقام الشفاعة، ولكن قال: فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل أنه كان يريد أن يوكل الأمر كله إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عاقب. فإذا عدم الاستغفار فإن المجتمعات البشرية ستفقد الأمن من عذاب الله لما اقترفته من الذنوب والمعاصي. يقول أهل التفسير: دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان فيهم أمانان النبي والاستغفار، أما النبي فقد مضى وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. يبقى إذن الاستغفار أمان للعبد وأمان للمجتمع من الايه؟ من العذاب، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن هناك كثير من الناس يصعب عليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى،
وهذا الأمر له موانعه، يعني له أسبابه اللي هي موانع الاستغفار. ومن هذه الموانع أو من الأسباب التي إذا كانت موجودة في الإنسان يصعب عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، منها استحكام الذنوب والقنوط من رحمة الله عز وجل. فمن موانع الاستغفار والتوبة لدى بعض الناس أن يعيش بعيدا عن الله، وأن يغوص في أوحال الذنوب صغائرها وكبائرها وما كان منها من حقوق الله ومنها من حقوق العباد. لقد كان ممن أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، لم تعرف عيناه الدموع ولم يعرف قلبه الخشوع. هكذا يفكر بعض العصاة يستعظمون ذنوبهم ويقنطون من غفرانها، ناسين أن مغفرة الله أوسع من ذنوبهم وإن كثرت. فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فهذا الحديث يبين أن كثرة الذنوب والخطايا لا يتعاظم الله تعالى ولا يستكثره، فذنوب العبد وإن عظمت فهي صغيرة في جنب الله ومغفرته. لكن إذا تكاثرت الذنوب طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: الذنب بعد الذنب، يعني المقصود بالران كلا بل ران الذنب بعد الذنب. وعن الحسن البصري قرأ هذه الآية وقال: الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. ومع كل هذا الله تعالى يراغبهم في الاستغفار والتوبة وعدم اليأس. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية تدل على رحمة الله من وجوه، منها أنه قال: لا تقنطوا من رحمة الله، نهاهم عن القنوط، فيكون هذا أمرا بالرجاء. والكريم سبحانه إذا أمر بالرجاء فلا يليق إلا الكرم. وإن من كبائر الذنوب أن ييأس الإنسان من رحمة الله تعالى. قال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أيضا من موانع الاستغفار الجهل. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا يدل على أنه ما دام غير متفطن للسوء الذي اقترفه فربما لا يستغفر الله ولا يصلح حاله بسبب جهله وغفلته. فبهذا يكون هذا الأمر اللي هو الجهل مانع من موانع الاستغفار. فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلة. وهذه الجهالة حالة استثنائية يمر بها المسلم لفترة عابرة، ثم يستيقظ الإيمان في قلبه ويعلم أنه أذنب فيشعر بالندم ويتوجه إلى الله بالتوبة والاستغفار ويصلح أعماله ويتخلى عن الجهالة ويحرص على الاتزان. وفائدة التعبير بالجهالة في الآية أن سوءا بجهالة، فائدة التعبير بكلمة الجهالة في الآية الكريمة هي إيذان بأن المؤمن لا يباشر ما يعلم أنه يؤدي إلى ضرر، وأن في الآية إيماء إلى أن من يأتي الذنوب قلما يفكر في العاقبة لغلبة الشهوة عليه أو لجهالة الشباب والطيش. وكل معصية فهي بجهالة، لأنه حتى المتعمد إنما يعرف حاله بطريق القياس، وهو أنه لما كانت التوبة على الجاهل واجبة فلأن تكون على العامد كان ذلك أولى. والجهالة هنا هي المقابلة للرشد والاتزان، وهي بمعنى الخفة والطيش والسفة الذي يصدر عنه المعصية والمخالفة.
أيضا من الأمور التي تمنع الإنسان من الاستغفار التواكل وطول الأمل، فحب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر. فصاحب حب الدنيا لا يفيق إلا في ظلمة القبر، وأقل ما فيها أن الافتتان بالدنيا يلهي عن حب الله وذكره، وإذا التهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان الذي يعد أولياءه بأنه لا جنة ولا نار، أو يهون النار على قلوبهم فلا يخافونها ولا يقدرونها حق قدرها، فيجترئون على المعاصي ويمنيهم النجاة من عاقبة أعمالهم، ويزرع في قلوبهم أن اعملوا ما شئتم من المعاصي فإن لكم ربا غفورا، وينسون أن الله شديد العقاب. قال عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك فإن طول الأمل في الحياة والتواكل على عفو الله وسعة رحمته من موانع الاستغفار والتوبة، كما حكى الله عن اليهود أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، والحال أنهم يؤثرون حطام الدنيا ومتاعها بما يأكلونه من السحت والربا والرشوة والاتجار بالدين والمحاباة في الحكم، ويقولون سيغفر لنا، فإننا أبناء الله وأحباؤه وإننا سلائل أنبيائه. وفي هذا عبرة للمسلمين بألا يتكلوا على الشفاعات والمكفرات التي تغر بهم وتجعلهم يتمادون في اقتراف السيئات. قال الحسن البصري: المؤمن يعلم أن ما قال الله كما قال الله، والمؤمن أحسن عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا يعني خوفا، يقول ألا أنجو. أما المنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. إذن ما على المقصرين والمذنبين إلا أن يبادروا إلى الاستغفار وإلى العمل الصالح، ولا يؤجلوا ذلك بقولهم إن الله غفور رحيم، فهو أيضا كما قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها وآثرها يعني فضلها عن الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل من هذه المدة اليسيرة أم ترك شيء صغير منقطع ليأخذ ما لا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فشبه الإنسان الصالح الذي يعمل الصالحات بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. وهناك أوجه شبه كثيرة في الحديث بين المسلم والمسافر، ولكن نتكلم عن أمرين. أولهما إن المسافر لا يأخذ معه في سفره إلا الشيء الضروري، فلا تجده يأخذ كل ما في بيته، وكذلك المسلم يجب أن يأخذ من الدنيا ما يعينه على الفوز في الآخرة كالاستغفار والعمل الصالح. أيضا إن المسافر يمر في طريقه على محطات يجب أن يتزود منها وإلا انقطع في الطريق، وكذلك المسلم لا بد أن يتزود من محطات العلم ومجالسة الصالحين ومحطات الذكر كالاستغفار وقراءة القرآن وغيره. أيضا من موانع الاستغفار الاستهانة بالذنوب واستصغار المعصية، فبعض الناس يهون من شأن المعصية ويظن أن كل ما فعله يعني أمر مغفور له، وربما جاهر بمعصيته فلا يعفو الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وأما بالنسبة لاستصغار المعصية فهو يصدر من الإلف بها، يعني الإنسان حتى ولو ارتكب كبيرة لو تعود عليها ظنها صغيرة، لأنه يعني ألف المعصية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء، بينما المنافق ذنبه سهل عنده، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر، كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذا دفعه عنه. والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحقره ويدفع بأقل الأشياء، وهذا تأكيد لما جاء في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن الإنسان مهما كانت ذنوبه عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، وعليه أن يكثر من الاستغفار حتى ولو لم يرتكب كثيرا من الذنوب، لأن الاستغفار هو أمان له من عذاب الله عز وجل كما أسلفنا في هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن لا يدع لأحد منا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عاطلا عن العمل إلا ويسر له عملا حلالا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرها بفضله إنه عز وجل أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.